مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من لندن الأستاذ خالد العيسر، الكاتب والمحلل السياسي السوداني. أهلا بك أستاذ خالد. بداية، ماذا يعني هذا التأجيل المتكرر للمفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية حول الإعلان الدستوري؟ في تقديري الشخصي، الملابسات التي سبقت وأعقبت الإعلان الدستوري منذ أيام يعني تركت تركة كبيرة على كاهل الفريقين، المجلس العسكري من جهة وقوع إعلان الحرية والتغيير من جهة أخرى. ولكن في تقديري الشخصي أن القشة التي قصمت ظهر البعير هي الإعلان عن نتيجة التحريات في عملية فض الاعتصام، وهي بالتالي وضعت الفريقين أمام مواجهة السيل الجارس للإرادة الشعبية التي هي أصلا تحرك هذه الاجتماعات بين الفريقين. والمجلس العسكري الآن ليس وحده في دائرة المواجهة، وإنما قوى إعلان الحرية والتغيير نفسها في مواجهة مع الإرادة الشعبية. والشاهد أنه خلال 72 ساعة وصل عدد التظاهرات أمام مبنى تجمع المهنيين الذي يدير الحراك الثوري أكثر من 5 تظاهرات كبيرة، احتجاجا على السيولة ومدى المرونة التي يبديها الفرقاء داخل هذه عملية التفاوض، فيما يشي بعملية أشبه بتلك التي سبقت سقوط الرئيس البشير فيما عرف بالهبوط الناعم. وفريقين الآن يتقاتلان داخل التنظيم الواحد في سبيل تجاوز هذه الضباط التي تعترض سبيل الحل الأزمة السياسية. وفي تقديري الشخصي أن الخصوم عندما يكونوا أصحاب فكرة واحد تنظيم واحد من الصعب أن يتجاوزوا خلافاتهم لكي يجلسوا إلى طرف آخر وهو المجلس العسكري. طيب، هذا يقودنا إلى نقطة رفض قوى الحرية والتغيير لنتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة، وحتى قولها إن المجلس العسكري هو الخصم في القضية ولا يمكنه الحكم فيها أو الحكم فيها. على أي مدى يوسع هذا الموضوع الهوة بين الطرفين؟ بكل تأكيد إذا هم أرادوا أن يتجاوزوا الإرادة الشعبية ومطالب الجماهير في شارع السودان، علما بأن الشعب السوداني الآن أزمة اقتصادية وحالة من الترقي المعيشي لم تسبق سابقة في الفترة الأخيرة، بالتأكيد كل هذه العوامل الآن أصبحت عوامل ضغط إضافية على المتفاوضين في الطاولة. وبالتالي أنا في تقديري الشخصي أن الوصول إلى توافق حول الملفات الشائكة والمعقدة قضية الحصانة ومرورا بالصلاحيات التي سيمتاز بها مجلس السيادة وانتهاء بتشكيل مجلس الوزراء، جميع القضايا صعبة جدا وتواجه الآن بمعضلة أساسية، وهي أن الشارع السوداني ملتف حول بند رئيسي مدرج في عملية التفاوض وهو ضرورة العقاب والمحاسبة لمن ارتكبوا جريمة فض الاعتصام. وفي تقديري أن هذا الأمر يحتاج إلى حلول عبقرية، ربما تبدأ بالتوافق حول تشكيل حكومة مهام بأجل زمني معلوم، ومن ثم يتم التفاوض حول الملفات المختلف حولها، وفي ذلك أن يتم تجاوز الضغط الشعبي وتعبئة المشاعر السودانية تجاه عملية التجاوزات التي يمكن أن تتم في حال تم السماح بتشكيل حكومة انتقالية دون الحصول على ضمانات لتحقيق العدالة المطلوبة. طيب، ما يلي عملية فض الاعتصام. سيد خالد، من المتعارف عليه عندما تدخل أطراف أو تدخل أطراف خارجية إلى أي قضية داخلية في أي بلد يحدث هذا اللغط الذي يثار حول قضية العمالة وما إلى ذلك، زيارات المجلس العسكري للدول المجاورة للسودان ألا يسهم أيضا بتعزيز المخاوف من التفافه على الاتفاق الموقع مع قوى الحرية والتغيير؟ بالتأكيد الذي يحدث في السودان هو صراع استقطاب حاد بين الكثير من القوى داخل السودان وإقليميا ودوليا، ولكن في تقديري الشخصي أن قوة التبع الشعبي هي الآن الضامن الأكبر لعملية التحول السلمي الديمقراطي والمطالب المشروعة في طريقة تأسيس لدولة مدنية كاملة الدسم، وهذا بالضرورة سيصطدم ببعض العقبات سواء كان من دول الإقليم أو من الإرادة الدولية عموما. ولكن في تقديري أن الشعب السوداني أصبح على قدر عالي جدا من المعرفة بما يدور، وهذا بتقديري لم يعني يكون امرا سهلا لدى المجلس العسكري ولا حتى قوى الحرية والتغيير ان تمرر اجندات خطبة الحكومة، ولكن بالتأكيد لها تأثير في تعديل عملية التفاوض. اجندات كثير من المرات ربما بعض الاطراف تمارس خدمة مشروعات اجنبية محلية واقليمية، وهذا بالتأكيد يحتاج الى توافق وارادة شعبية موجودة بكل تأكيد فيما نشهد الان في الشارع السوداني.
سيد خالد العيسر الكاتب والمحلل السياسي السوداني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، أشكرك شكرا جزيلا.